يا هلا مرحبا، تبي تحافظ على شبابك حتى لو تكبر، انت نفسك، انت نفسك تبي تحافظ على بشرتك، على جلدك، على العجز الجلدي؟ ترى فيه زين، شنو فيه؟ في شيء مسؤول هو اللي حافظ، كل ما يقل عندك خلاص تصير الشيخوخة، كل ما تحافظ عليه امورك طيبه. واضح؟ شنو هذا الشيء؟ الحين اقول لك، اسمه التوليمير. شنو التوليمير؟ بس قبل لا تعرف شنو التوليمير لازم تعرف في اشياء قبله عشان انت بعدين تبدع. عندنا احنا دي ان اي، لما يقولوا لك جيناتك، انتم بجيناتكم، بجيناتكم يعني شنو جيناتكم؟ شفتوا الشريط هذا اللي فوق، هذا شفتوا صاير كذي، كل شريط مقابل شريط بالضبط، اذا صار خلل فيهم هني يخترب الجين، فلازم يصيرون متطابقين. زين، شنو الفيتامين او المعدن اللي يخليهم متلازقين؟ السيلينيوم، وهو اللي يخليهم يتعززون. حلو، مو هذا موضوعنا، بس قلت معلومه اقول لكم اياها يعني خص السيلينيوم. زين، شنو فيهم هذول؟ هذه الشفرات الوراثيه، يعني شنو هني في عيونك، خشمك، حلجك، وهذا يورث. يعني تلاقي مثلا، تصدق والله عين ابوه، تصدق حبه الخاله مالت خالته تجيب الكبرها تقول كان لوميه مالت مرك، تصدق شعر اخته، تصدق والله عيونك نفس يدك، والله والله عيونك نفس يدك، الله يرحمه بالصوره شي قاعد. عرفت شلون؟ وين موجوده؟ كله بالشريط. زائد شنو الشريط؟ ينطبع. يعني شنو ينطبع؟ يعني ينقسم. يعني شنو ينقسم؟ يعني مثلا انا صار فيني خلل بالعيون، على طول المخ يروح الدي ان اي، يا جماعه اعطونا الشفره مالت العيون، على طول يتبعون فيه الشفره مالت عينك وهي صاحيه 100%، يطبعون وعينك تتحسن. اخترب شيء بجسمك، على طول المخ يعطي اشاره حق الدي ان اي، لو سمحت عندكم شفره الخشم؟ اي عندنا، طبعوا لي، يطبعون له خشم جديد. فكل الشفرات مولات الخشم فيرد طبيعي. عرفت شلون الزلق لما ينزلق جلدك شلون يرد طبيعي كذي؟ ولكن المطبعه اذا ما قاعد تطبع هني يصير العجز، هني يصير مثلا الشيخوخه. انزين، ونتكلم بالجزء الثاني شلون تحافظ على شبابك من الشيخوخه وتعيش بعمر حلو مع بشره وجهك القديم الحلو لزقرت. حرام مشايف الجزء الاول، تكفى شوف الجزء الاول. شنو قلنا؟ قلنا الكروموسومات اللي هو دي ان اي، هذا الشريط اللي حطيت لكم اياه بالجزء الاول، هو فيه معلوماتك الوراثيه. واضح؟ عشان ينقسم اذا صار خلل بالجسم، المخ يعطي اشاره عشان يسوي مطبعه، يطبع عشان يصلح الخلل. فهذا شفتوا هذا؟ عشان ينقسم لازم يتسلف. يتسلف من شنو؟ من التوليمير. شنو التوليمير؟ هذا الراس، هذا اللي فوق الراس دائما يشبونه. شفتوا تكرمون الجوتي؟ مو في خيوط نهايه الخيط؟ شنو فيه؟ في مكبس. ليش في مكبس؟ عساس الشريط او الخيط لا يخترب. بالضبط كذي عندك وانت صغير، عندك المكبس هذا كبير، كل ما تكبر يصغر 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 يصغر، لما توصل حق سن خلاص. بس يعني شنو؟ يعني المطبعه كل ما تبي تطبع، تبي تاخذ تطبع، تبي تنقسم، تتسلف من هذا شويه وتروح تطبع، تتسلف من هذا شويه وتروح تطبع. انزين، هذه سنه الحياه يا جماعه. بس في اشياء تسويها لا، التوليمير هذا يخلص بسرعه. ليش؟ لان قاعد تنقسم الخليه اسرع. مثل شنو يا جماعة؟ ركز معي، أهم شيء، أهم شيء يا جماعة، القلق والتوتر. شفت لما تقلق تتوتر كله زعلان؟ يا جماعة اللي يقصد بالقلق والتوتر والعصبية، أنت زعلت مرة واحدة صح؟ صار موقف بس أو مع العيال، اقعد يا صارخت، بعد شوي أو بعد شوي قعدت طالع تلفزيون، ضحكتي مع زوجك. أنا أتكلم عن القلق والتوتر اللي 24 ساعة، والله وخرب الكعبة والستر أمي ما خليه، والله بنبا لمتى؟ 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 24 ساعة وكل ما يشوف شخص وينقهر ينقهر، هذا راح ينقص عندك التوليمير. ترى هذا حياتك، هذا عمرك. شفت هذا اللي فوق؟ إذا خلص خلاص المطبعة ما راح تطبع، ويك يتجعد، مشاكل، أمراض، أعراض بجسمك ما راح تتجدد. ليش؟ ونكمل المقطع الثالث عن التوليمير. إذا أنت مو شايف الحلقة الأولى والثانية أوف راح تضيع وايد وايد وايد، راح تضيع. اللي شايفين الحلقات ماشيين معي 100%. قلنا التوليمير هو عمرك، كل ما يخلص خلاص. فالمطبعة كل ما تطبع عشان تصلح الخلل اللي بجسمك، كل ما تطبع المطبعة تتسلف من التوليمير. فكم مرة بتطبع اليوم؟ فقلنا من أسرع الأشياء اللي تقلل من التوليمير. ليش؟ لأن تستهلك المطبعة، فراح يأخذون منه وايد، فراح يقل يصير صغيرون. شنو؟ القلق والتوتر، وشرحت فيه. بعد في عوامل ثانية، الأكل الغير صحي. لحظة، يعني صدق لما نسمع يقولك الأكل غير صحي ترى يقصر من عمرك؟ إيه، لأن يقصر من التوليمير. شلون يقصر؟ انا اقول لك، الحين انا كليت اكل مو صحي، كليت دهون مهدرجه، الدهون هذه المهدرجه هم مسوينها، فراح تسوي التهابات بجسمي، فراح تضر خلايا الجسم. فلما يصير خلل في خلايا الجسم،
الو السلام عليكم المخترع، عندنا خلل بالخليه الفلانيه قطع 6 شارع الثاني. على طول يروحون عند الشريط الوراثي الكروموسومات يقول حق مطبعه الطبيعيه لنا عندنا خلل بالخليه الفلانيه. والخليه شو راح تستهلك؟ راح تستهلك من التوليمير، فراح يقل طول ما تاكل. يعني تخيل واحد اكله مو صحي ودائما بقلق توتر، اتحدى اي شخص اكله مو صحي في قلق توتر تشوف بشرته حلوه او الامراض تتشافى بسرعه، دائما مناعته طايحه وجسمه ما يتجدد. هذا راح يوصل عمر، يعني بعمر صغير خلاص يصير فيه شيخوخه. ويا ما قاعد نشوف، احنا يا ما قاعد نشوف توه صغير ليش كذي كنا شايب، لانه خلاص استهلك من التوليمير خلاص. واقول لكم شيء صادم بعد، شوفوا هذه الخلايا خلاص لها عمر وتموت بعدها ما في مطبعه. عندنا الخليه السرطانيه يا جماعه شنو مشكلتها؟ مشكلتها ان التوليمير مالها قاعد يزيد، اساس شيء تتكاثر تتكاثر ما تموت، كل ما تموت تتكاثر تتكاثر. فلو قدرنا نوقف التوليمير مال شنو؟ مال السرطان بعدها. اخواني اخواتي، الحين الموضوع اللي بقوله وايد مهم ويفيد وايد وايد ناس، ركزوا معي. راح اسولف عن التوليمير وامراض السرطان، ركز معي. شوف الحين عندنا شريط وراثي حلو، نفس اللي بالصوره حلو، في عندنا توليمير. الشريط الوراثي عشان يطبع ياخذ من التوليمير، ولكن راح يصير وقت خلاص التوليمير خلاص يخلص، فبعدها الخلايا ما تنقسم فما راح توصل للرسائل. اوكي اوكي، خلايا سرطانية يا جماعة ركز معي، خلايا سرطانية شنو تسوي؟ الحين طلعت خلية سرطانية، بس شلون تتكاثر؟ لازم تتسلف من التوليمير، التوليمير لازم خلص. في عندها شيء يا جماعة اي مع الخلية السرطانية، شنو؟ توليميراز. شنو هذا التوليميراز؟ تكفى ركز تكفى. التوليميراز يطول التوليمير، يطوله يعني يتكاثر ما يوقف، يتكاثر 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 يتكاثر. فكل العلماء اللي بالدنيا كلها بس عندها منية واحدة، ان تعطل التوليميراز عشان لا يكبر التوليميرز، وتوقف التوليمير توقفه عشان لا يتكاثر. واذا وقفه بعدها خلاص ما راح يتكاثر، راح تصير خليه حالها حال اي خليه ثانيه، لها عمر وتموت ويوقف التكاثر. سمعت وبحثت وبحثت واروح لك اليابان، في بروفيسور يا جماعه اسمه شيراتي، شنو يقول؟ يقول النانو الهيدروجين، الجهاز النانو الهيدروجين الاستنشاق، شنو يسوي؟ يعطل التوليميراز، يعطله وما يخلي التوليمير يقوم يزيد، بعدها شنو؟ يوقف التكاثر. عرفت شلون يا جماعه؟ شو اللي يخلي الخلايا تتكاثر تتكاثر تتكاثر؟ لان التوليمير خلص عندنا خلاص، لا مال السرطان يقوم يزيد. زين هل عندنا اشياء ثانيه تزود التوليمير مثلا؟ اي في عندنا مثلا الخلايا الجذعيه يظل يزيد، عندنا مثلا الحيوانات المنويه عند الريال يظل يزيد، عشان شي تلاحظون ريال كبير بالسن شايب تلقاه مثلا مرتح ملت او تزوج وحده صغيره ويا ابو بيبي. عرفتوا شلون؟ عندنا خلايا سرطانيه. اخواني اخواتي وصلنا عند نهايه الحلقه، اخر شيء راح اقول لكم شنو الشيء اللي اتفقوا عليه وايد دراسات انه يحافظ على التوليمير. عرفنا اذا انت تو قداش الحلقه ما راح تفهم ولا شيء، فلازم ترجع من اول جديد. زين اكثر الدراسات شنو قالت؟ قالت يا جماعه الاوميجا 3، الاوميجا 3 هذا السمك، اي هذا انت بتاخذ تابلت اكل سمك احسن ما تاكل اخذ تابلت. ولكن قلت انا بحلقه شلون نختار الاوميجا 3، يكون فاتي اسيد من ترايغليسترايد، ويكون الاي بي اي والدي اتش اي فوق ال 200، واضح؟ هذا اهم خطوات، يعني اهم اشياء تاخذها بالاوميجا 3، غير شيء لا تاخذ. زين شنو يسوي هو الاوميجا 3؟ بصراحه ما قالوا شنو يسوي، ولكن قالوا يعني يثبته. فتوني قاعد افكر هل يثبته انه ما يخليه ينقص، ولا ممكن يسوي شيء ثاني؟ وانا بصراحه رايي على الثاني اللي الحين بقوله. شنو يسوي الاوميجا 3؟ انا شي قاعد افكر يا جماعه مو دراسه، قاعد افكر الاوميجا 3 يشيل الالتهابات بالجسم ويعالج الجسم، فما يخلي المخ يحتاج ان الخلايا تنقسم، فبعدها ما يخلص التوليمير. عرفنا شلون يا جماعه؟ انا شي فكرت فيها فراح اخليه بحياتي. زائد الاشياء اللي تقصر من التوليمير يا جماعه قلت لكم القلق والتوتر والاكل غير صحي، وشرحت لكم شلون، لانه راح تستهلك المطبعه وهذاك راح يخلص، لان هم لازم يتسلفون منه، يعني كنا قلم ما فيه حبر، فتب تكتب شلون، فلازم تاخذ حبر لازم فكم مره باليوم راح تكتب، فكم مره راح تستهلك الحبر. الله يعطيكم العافيه واشوفكم على خير، وخلكم مع بضاري. بالحلقات الجايه راح اسولف لكم عن الخلايا السرطانيه شلون تتكاثر، وشنو يصير بالخليه عشان ينشا السرطان. ما لكم علاقه بهذول، اخذ العشبه الفلانيه توقف السرطان، اخذ ما شنو السرطان مفتعل، السرطان ما له علاج، هذا كله خرابيط يا جماعه. اذا سمعتوا حلقتي راح تقولون، راح تشوفون الناس هذه اللي تسولف شيء راح تقولون شنو هالناس التافهه هذه. اوكي يا جماعه واشوفكم على خير.